لا ملا جالس فدا وباش ملي رجع من الخدمه كرجع عيان رجع كنجبر مسخنا الماء موجده الماكله مقابله الهواوان ماشي كتخرج ما تخدم كترجع ما كتجيب راه من الهواوان. شخصيا يعني كنفضل باللي الزوجه تكون اولا قاريه، هذا امر اللي هو مؤكد باش انك تربي الاسره وهذه، ولكن بالنسبه تكون واش قدامه ولا لا شخصيا كنفضل انا تكون ربت بيت افضل باش تكلف التربيه ديال الابناء ديالك وكتلقى وقت ليك والابن ديالك. الفكره ديالي ولا الطريقه ديالي انا كنخدم مرة تكون في الدار بولادها وما تخدمش، يعني انا اللي نخدم يعني كنا انا نكلف تجاه المصاريف والبيت والى ذلك. بالنسبه لي كنفضل المرا تجلس في الدار وتربي الدراري احسن ما انها بالنسبه لي فهمتش المرا المكان الطبيعي ديالو هو الدار. علاش دابا بقات خدامه تجي عيانه فهمتي ماشي بحال كانت في الدار تبقى مقابله الدراري تهلا فهمتي الدار ديالها ومسائل. بالنسبه لي انا تنفضل المراه اللي تكون حتى هي خدامه، حيت كيف ما تنشوف الوقت دابا تبدلات ماشي كيف بحال ما كانت شحال هادي كانت المراه تجلس في الدار تقابل الاولاد، اما دابا كيف ما تيقول يد وحده ما تتصفحش. الا كون بغيت تعاوني في المصاريف غنبقى سيليباتير. كل مره خدامه انت خدامه راه خدامه يعني ما عادش شي واحد معايا صبر حتى واحد جيتي لها من العام عاد تبغى هي مدا نفس البلاص ديالك، يعني ما عيانه خصها ترتاح اقتصادي ما عادش ما تفهموش اول حاجه. انا بالنسبه لي صراحه والله ما كرهتش ربع النساء خدامين يبقى خدامين عليا الصور لي شي 10000 درهم الواحد ونبقى جالس انا في الدار نجيب لهم مربيات كاع الدراري صافي. بالنسبه للمراه تكون خدامه ولادي اذا كان الراجل عنده شغله هادي وماديا ومعنويا عنده سكنه ديالو عنده كل شيء، المراه من الاحسن تكون جالسه في الدار صافي تقابل ولدها صافي هادشي اللي كاين. كاين اللي كيبغي المراه تعاون على الزمان وكاين الراجل اللي كيبغي المراه المستقبل، يعني اللي عتقابل له دارو وليداتو وكيغير على مراته يعني ما يبغيش يشوفها تخرج برا تخدم ولا شي حاجه. هذه الفكره اللي كاينه ضروري من ان المراه تكون خدامه بالاضافه للراجل تاهو يكون خدام باش هذا الشيء يقدر يخليهم انهم يعيشوا مزيان وتكون حياه مزيانه. تفضل مرة تبقى في الدار باش تقابل العواو الحسن. الا قلتي مثلا مرة خدامه والراجل خدام يعني بحال الراجل ما مقدش بالمسؤوليه، سيكون الراجل مقد المسؤوليه تخلي مرة في الدار يعني تقابل العواو تقابل شغل الدار ماشي غير خدمه وصافي. اللي قبلت الخدمه يعني الدار تبقى مرونه كامله العواو ما عندهمش ما عملوا يبقوا مثلا. بالنسبه لي كون خديت المراه باش انها تخدم ما نقدرش اصلا ممكن بالضبط انها تجلس في الدار تجلس الزواج الزواج على قبل الزواج ماشي على قبل انها تجلس في الدار. الزوج كيبغي المراه تكون جالسه في الدار، اما اليوم عالم اخر خص المراه تكون خدامه وهي خدامه باش تعاون على الزمن، ولكن جات لكم زواج فاشل فهمت علاش؟ يتكل على المراه ديالو اكثر من كيتكل على راسو فهمت؟ الولاد تربيه الاولاد ولا ما كانتش المراه كتقابل ولادها ولادها كيخرجوا ولادها شويه ناقصين تربيه، ما يمكنش يجي شي مراه برانيه تربي لها ولادها هي خاطر تربي ولاد بيدها هي الاحسن المراه تبقى جالسه في الدار. دابا الدنيا عمارات وبنادم جا من على برا ومن بعيد ومن القرب يعني العيشه صعبت وكثرت وما بقاتش سهله، ضروري الانسان يتعاون مع بعضيته باش يقدر يعيش باش يربي وليداتو ومسكرة وما وطور مصاريف ديال الوقت. هذا صعيبة بزاف. أنا أصلا مني ديت الراجل ديت يعني خدامة، أنا خدامة أنا بقى خدامة وكنطلب الله تعالى وتبارك سبحانه يعفو علينا ما هاد الشيء ماشي مشكل إلا تعاوننا مع بعضياتنا يعني ماشي عيب. أنا من الأحسن غتبقى في الدار أحسن تقابل يعني الدراري هاد الشيء كنشوف، ولكن إلا بنادم يعني مساعدة مزيانة إلا بنادم الراجل شنو نقول لك الرجل راني على قد الحال ماشي مشكل غتعاون فهمت الشيء اللي كاين. قبل كان نادم قليل يعني الواحد اي حاجه كان كيقنع بها اليوم فقدت القناعه. مثلا انا ساكنه في واحد البيت مع العجوزه ديالك عايشه معاها يعني اللي جاب بنات انا قابله عليه، دابا كل واحد خصو بارتما ديالو خصو بيت ديالو خصو يكون يعني كيتحكم في راسو ما خصو حتى واحد يتحكم فيه فهمتي. يعني ماشي بحال قبل كان الانسان كيتفاهم مع بعضو كيقنع باش ما طلع دابا العيشه صعابه كل واحد كيفاش عايش كل واحد خصو يكون خصو يمشي يعني لا فيدا كريم ديك الحياه الصعيبه.